إذن خلينا نشوف التعديلات مال الوطبان. نعم دكتور، عدلت على السايت وعلى نعم مثل ما قلت لي، خليت العمارات الباركينج من هنا ومن هنا، وخليت نصف يعني نصف القطر مالها باتجاه المركز مال الدائرة الأصلي، جيد. وعدلت على الأسواق المحلية دكتورة، قلت لي خليها بهذا الزون، اي واللاندسكيب كانت غير مصممة، فصممتها على أساس المركز، أخذت مركز الدائرة وبعدين وقطعتها، فصارت عندي بهذا الشكل دكتورة، والأبراج يعني رشقتهن وطولتهن. جيد. نعم دكتورة، والمسجد صار بالنص مثل ما قلتي، واللاندسكيب هذا حوالي. يعني أنا دا أشوف المسجد يعني مكانه بالوسط، هم مثل ما قلت بالوسط ما يرهم. يعني إحنا فاتحين نمود open space للمحلة، نعم دكتور، خلي يصير بمكان بالمثلث الأخضر اللي موجود فوق المركز الصحي، تمام، ماشي دكتور، هذا مكانه جيد هنا، ماشي ماشي وسويه باتجاه القبلة إن شاء الله. إن شاء الله. يبقى الباركات مالتك أفضل إنه ترفعها تحطها بالمكان الأخضر اللي أنت حاطه، خلي يصير هنا بارك، دكتورة هذا وين اللي بالضبط؟ باتجاه البارك الأسفل اللي هو هذا اللي يم المحلات، ارفعه خليه هنا بين المجموعة العمارتين وبين المجموعة الثلاث عمارات، هنا خلي يكون بالمكان الأخضر اللي أنت حاطه. دكتورة هين؟ اهين بالضبط هنا خلي يصير. يعني هذا مال العمارات حول لا اللي هذا غادي؟ الأخضر اللي فوق لا تلعب بيه، بس اللي بموازاة الشارع هذا نعم دكتورة، حول البارك مال العمارات. حوله. ليش؟ حتى شوية بعد تدفعها للعمارة حتى تصير جروبات اثنين، لحد الآن هي مدى تقرأ جروبات، ماشي دكتورة ماشي. حتى تصير صدق تنعزل هذا الجروب ينعزل عن هذا الجروب يعني الآخر، العمارة هذا الجو راح تنسحب ليه جاي، والبارك يصير تنسحب لي بالنص. جاي والبارك يصير ان بتوين. ماشي اوكي ماشي ماشي ان شاء الله. جيد، اذا شغلك ماشي بالاتجاه الصحيح. شكرا دكتورة. أريد هسه تفاصيل، تشتغل تفاصيل الاثنين المدارس إن شاء الله، الإعدادية الاثنين المحلات الاثنين إن شاء إن الله، شاء الاثنين الله. دكتور. مشكور دكتورة، مشكور. عبد الكريم حاضر؟ اي نعم دكتورة حاضر. يلا. دكتور ظهر عندكم؟ واضحة. تمام. بالنسبة للفكرة التصميمية، مثل ما اتفقنا انه الحقول الزراعية هاي صور لها، فالشغل صار على اساس التعديلات، بعض التعديلات صارت بالسايت. اول شيء عندنا ندخل من هنا هذا الشارع التجميعي اللي عندنا العمارات البرجية صاير بهذا الزون، والجراجات مالتها واللاندسكيب مالتها، انا اود ما اصير شرفية. بعدين نمشي بهذا الشارع، صار عندنا هنا السوق المحلي، وهنا عندنا بهذا الزون الوسطي عندنا المدارس اللي عندنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية والروضة والحضانة، وعندنا هنا المركز الصحي، وهنا عندنا الجامع، وعندنا هنا هذن العمارات المنخفضة، قلنا نقسمهن إلى جروبات، هذن الثلاثة صارن جروب، وهذن الاثنين صارن جروب. وبالنسبة للوحدات السكنية المنخفضة، هذن باللون الأبيض اللي صارن على شكل كول دي ساكات حتى ما يصير قد اختراق صارت مروري. الوحدات السكنية؟ وحدات دكتورة 250 صارن. جيد نعم دكتورة.
جيد، إذا التفاصيل هسه. هسه اذن يعني البلانات بالمخطط العمارة هذا دكتورة، من هنا ندخل عندنا هنا هذا الدرج وصاير بنصه مصعد، وعندنا اربع شقق بكل عمارة. الدرج بصف هذا، لا تلجأ لهذا النوع، هذا اوكي النوع دكتورة، شوية هي ابتعد عنه، عمارة منخفضة، ابتعد عنه، فاوكي تمام ما سهلة. يخدم خاصة بالهروب، ما يخدم يعني، واحد يظل يفتر زين. ف تمام سهلة دكتورة ما شاء الله. اوكي شوف عيني، انت عندك نمط الحقول الزراعية والأشرطة الزراعية، فالمفروض أيضا نمط العمارة هسه وخاصة البالكونات مالتها تاخذ من الفكرة الأساسية، يعني أما تحط البالكونات بيها نوع من الكيرفيتشر، يعني تصير أنصاف دوائر بالأركان، أنصاف دوائر بالأركان وتقرأ بالكونات، يعني خلي هذا البلان مو مشكلة يعني إذا محلول، بس اوكي تصير دكتور نوع من أنواع الكيرفيتشر بالأركان حتى شوية واحد يحس أكو نمط متواصل بين التصميم الفعلي وبين الفكرة التصميمية وبين العمارات. أوكي، ماشي دكتورة إن كم شاء الله. شقة صارت بالعمارة؟ 4 شقق. جيد. هنا ندخل عندنا المعيشة اللي هي، وعندنا هنا هذين 3 غرف، أي وهنا عندنا المطبخ، وعندنا هنا الحمام العام، وهنا لا، السويت الحمام هذا على الصغار. الممر، هذا الممر على الممر يصير، حتى ذاك اللي حاطه ان بتوين الغرف اسحبه حطه يمه، أم هنا بهذا المكان؟ يعني اذا مو يمه يمه المطبخ خليه يصير، تمام دكتور إن شاء المهم الله. يكون الخدمات مال الحمامات مال المطابخ كلها تصب وين؟ تصب على الممر الوسطي اللي انت مسوي أوكي دكتور إن شاء الله. حتى تتوحد الخدمات. تمام. جيد، ضيف لي بلكونات، قلت لك انصاف دكتورة دوائر حتى هو أنا لغرفتين، بلكونات مسوي، بس يعني هاي الخطوط لا ما اريد الفاتحة. اريدها تمام بارزه، فشي بارز بالبلان. اوكي دكتور ان شاء الله جيد، لسه بعد راح ايش اسوي هيك انت؟ كيرفتشر ان شاء الله. عندنا هنا مقطعين، اللي هو واحد هنا وواحد هنا، عرضي وطولي. هذا اي الاول اللي بيننا الحركة العمودية اللي هي هاي، وهنا اي عندنا المصعد بالنص، وهاي البلكونات اللي اي تبين هسه عندنا. راح اسوي لك فد حركه، هاي البلكونات الدائريه اسوي لك بالواجهات، اسوي تمام لك دكتورة إن شاء الله. ان شاء الله. وهذا اريد السكشن مقطع الثاني، طولي لكل الموقع، يعني ما اريد بس العماره عماره كديتيل، اريد مقطع واحد كامل لكل اجزاء المحلة حتى أشوف الارتفاعات المختلفة لكل أجزاء المشروع. أوكي دكتورة إن شاء الله سهلة. إن شاء الله. شنو ذاك التفصيل الثاني؟ 6 دكتورة ذني مقاطع مال العمارة أوكي، المنخفضة، هاي هذا مقاطع طولي بعد. وعرضي اللي بيننا الحركة العمودية، وهذا العمارة البرجية نعم. اللي هي بشوف. هنا عندنا المدخل. هاي شقتين صارت كل عمارة، صارت عندنا 5 عمارات برجية، العفو 4. أربعة، نعم دكتورة يعني صارت كل على شكل كم طابق؟ كيرفيتشر، كم طابق؟ 15. أي 15 في 4 في 2، يعني 8 في 15، إيش كم صار مجموع الشقق؟ مجموع الشقق ما أعرف 80. دكتورة، بس يعني هو وازنت بين المنخفضة والعمارات لا، لازم يصير والأبراج. المجموع الكلي للوحدات اللي بموقعك لازم يصير 500. اي نعم دكتور، هو صار 500، يعني كلهن جمعتهن صار 500، يعني صار نسبة وتناسب الشغل. جيد. نعم دكتورة. ما فالمخطط فكرت هنا عندنا، بالبيوت، تصميم البيوت؟ والله البيوت يعني بعد ما اشتغلتهن فكرت بيهن خلي انه ببالك، خلي ببالك تاخذ من نفس الانماط اللي بالعمارات العاليه، يعني اذا صارت البالكونيز نصف دائره فيصير فد بالكونيز بالبيت او بالواجهه تشبهها لازم حتى يكون تمام النمط دكتور إن شاء الله متوحد. بإذن الله. الماس موديل
دكتور، هاني لقطات يبين اي ان الثري دي يعني، يهذن بس انا دا البيوت. اشوف من سويت الماس موديل، دا اشوف العمارات الجوه دا تسوي في الظلال كلش قويه، فلو هني يعني دكتورة، تحرك بيها، اي لو صعد منها 2 وتنزل 2 مو احسن؟ والله دكتورة بس ما أعرف، سوي بس أنا منه حسيت إن بدال هيك انت أحسن. هذا الظل اللي يصير، يعني ما يخليهم يتمتعون بالمكان الاوبن سبيس اللي جواهم، بالشتاء يصير بارد، بالصيف يصير مزعج، رياح تصير بيه، فحاول تمام، لا تسويها على نصف قوس، حاول راح أحاول تحركها. أوزعهم. اوكي، أوكي إن شاء الله، حتى لو كل 2 وحدة مقابلة اللخ. إن شاء الله. اوكي، مشروعك لا بأس به، يعني انت الوحيد الناجح اليوم، تمام دكتورة، الحمد لله. ويعني مو ذيك الدرجة القوية، بعد اريد تشتغلون شوية بالتفاصيل، زين، ما اريد اختراق مرور، يعني انت هسه التجميعي هذا يفتر حول الدائرة ويطلع، اي نعم دكتورة، هنا ما الدخول عنده بساكات ولا ما يعبرون. يفوت التاكات هنا. نعم دكتورة، أرصفة هنا ويرجعون. زين، نعم يبقى عندك اكو فد شيء اخضر انت حاطه بنهاية البيوت السكنية، لي جوا لي جوا اكو هذا مثلث اخضر، اي يا نعم. ريت هذا تستغله فد شيء، اوكي دكتورة ان شاء الله يعني يا اما حاول تحط هنا نوظفه. المسجد او هنا تحط المحل محلات، حط فد شيء بيه، او المركز الصحي هنا حطه، اوكي دكتور ان شاء الله حتى هم احاول استغله. يستفادون بيه اهل المحله، وهم من اللي المحله اللي مجاوره الها تستفاد من هذا المركز الصحي، ماشي تمام. لا تخليه فارغ، لان انت حاط فارغ يعني بالوسط، فما يصير فارغ وعلى فارغ، تصير كلها بدون تصميم. اوكي انا قلت عنمود لاندسكيب في لا لا، يعني مرتبة اللاندسكيب طوية. مثل انت عندك لاندسكيب كلش هوايه، فخلي لي فد شي هنا، حتى لو بيتين سكنية 3 بيوت، حتى تغلق لي هذا المثلث. تمام، هو انا على الاغلب راح اكمل بيوت لان اي مكتفي من افضل، اي الخدمات. افضل، يعني حتى تبين انه المصمم مصر انه الدخول ضمن، لان انت اذا ما مبلط هذا الشارع وما مبني عليه شيء، حتى السيارات تقوم تفوت بيه. اي صحيح زين، ان شاء الله دكتور. يا الله، يعني الحقيقة بس مشروعك شوية متقدم، البقية بعدهم. زين، الحمد أريد لله. الملاحظات تنفذها بالكامل على يوم الاثنين، وأريد تفاصيل المدارس والمركز الصحي، المحلات، زين، ولكل الطلاب المتطلبات ترى زادت عليكم على يوم الاثنين، فإضافة إلى مخطط السايت، مخطط الأرضي، واجهات العمارات، وأريد مقطع طولي بكل السايت حتى أعرف اختلافات الارتفاعات بيناتهم، زين، وهل حقق الطالب ما نبغيه من صار لنا تقريبا كورس كامل ضمن هاي المجمع الإسكاني، فتشرحون الفكرة التصميمية، وبعدين تدخلون بالبلانات الأرضي ومخطط العمارات المنخفضة والمرتفعة، وتكون بها في التناسق معين أو نمط تصميمي متكرر في العمارة وفي البرج وفي البيت السكني، لا كل وحدة تقرأ لغة معمارية شكل، أريد يبين جهدكم، لأن يعني المجمع، من قلنا مجمع يعني بيه نمط موحد، يعني أنا لو أريد أسوي البيوت وحد تصميمها، والعمارات وحد، والمركز الصحي واحد، كان خليتكم على شارع تجاري واشتغلوا شلون ما تشتغلوا، فمن قلنا مجمع، المجمع بتصميم متوحد، فكرة واحدة، نمط متكرر واحد، ممنوع باختراق مروري بيها، يسموها هاي هسه انتم من تصممون، يسموها الانفايرمنتال
areas يعني المناطق البيئية، والمناطق البيئية هي مناطق محمية، محمية يعني أمنيا، ومحمية من الشمس والرياح والاختراق المروري، كلها هاي محمية للسكان اللي داخلين بيها. فإحنا نريد نحقق هذا الهدف من المناطق البيئية ضمن محلتنا، ضمن المجمع الإسكاني مالتنا. فأرجو الالتزام، ما أريد أكرر لكل طالب إيش راح يسوي وشلون يسوي. زين، أنتو صف رابع ما تحتاج بعد، وهاليوم راح أعلن الدرجات، فعلى أثر هذا النقد تغيرون. وأريد الاثنين تقديم، بعد ما أريد تأجيل، ما أريد تأجيل، لأن بعد أسبوعين تبدي الامتحانات الفاينال. ما فإن شاء الله شاء الله دكتورة. تتوفقون. شكرا يا عبد الكريم، العفو يلا دكتورة. نلتقيكم إن شاء الله على الاثنين. بكرة عندنا إسكان إن شاء الله صباحا. إن شاء الله شكرا دكتور. إن شاء وإلى الله اللقاء. دكتور. إن شاء الله بارك الله فيك دكتور. وبيك.